اليوم صدر بيان من نادي الهلال، جاء فيه: نظرا لتقديم الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال استقالته من منصبه، فقد حاول أعضاء شرف النادي ثنيه على الاستقالة، إلا أنه اعتذر مؤكدا لأعضاء الشرف استمراره كداعم لهذا الكيان الكبير، شأنه شأن أخوته من أعضاء شرف النادي، وبناء على ما سبق يتقدم أعضاء شرف نادي الهلال وفاء وعرفانا بتقديم خالص الامتنان لسموه الكريم على الفترة التي قضاها في رئاسة النادي وتحقيقه إنجازات متعددة خلال مسيرة قيادته للنادي على مستوى جميع الألعاب، وكذلك ما تم من تطور شامل لمنشآت النادي والبنية التحتية في خلال فترة إدارته، والمكتسبات الاستثمارية المحققة من خلال زيادة إيرادات النادي، علاوة على الدعم المادي السخي والكبير الذي قدمه الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي قارب مبلغ 300 مليون ريال سعودي. وختاما كما جاء في نص بيان مجلس أعضاء شرف نادي الهلال اليوم، وختاما وليس آخرا، تكفل الأمير عبد الرحمن بن مساعد بعد تقديم استقالته بدفع الشرط الجزائي للجهاز الفني السابق برئاسة ريجيكام لإلغاء عقده، وتكفل أيضا بتغطية القيمة التعاقدية للجهاز الفني القادم. والله رجل محترم. وأمام ذلك كله لا يسع أعضاء شرف النادي إلا تقديم خالص الشكر والتقدير لسموه الكريم والذي سيظل داعما ورمزا من رموز النادي، كما يتقدم أعضاء شرف نادي الهلال بخالص التقدير والاعتزاز لأعضاء مجلس الإدارة المستقيلين على جهودهم في خدمة النادي، فيما بارك أعضاء الشرف تكليف الأستاذ محمد الحميداني رئيسا لمجلس إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أنواع الدعم الذي يضمن استقرار النادي وتحقيق تطلعات جماهيره مع خالص الأمنيات له بالتوفيق والسداد.